المدرسة هنا طبعا واقعة بين مستعمرتين، مستعمرة كدار ومعالي أدوميم، كدار من جهة الجنوب ومعالي أدوميم من جهة الشمال. احنا المنطقة اللي احنا عايشين فيها والمدرسة موجودة فيها عبارة عن منطقة عسكرية مغلقة. انبنت المدرسة في بادئ الأمر عن طريق خيمة كانت الإغاثة الطبية تيجي هنا، فاستغلوا الخيمة هاي وصاروا يدرسوا فيها بشكل يومي. كان في أستاذ واحد، وعبارة المدرسة عن صفين، كان جميع الطلاب في نفس الخيمة. الإشي هذا ما عجبش سلطات الاحتلال، قاموا بهدم هاي الخيمة للمرة الأولى. بعدها قام الأهالي وجمعوا الناس الموجودة وبنوا مدرسة بس بشكل آخر، عبارة كانت عن خشب، هيكل خشبي مع ألواح الزينكو. وهذا الاشي برضه في 98 ما عجبش الاحتلال وهدم المدرسة للمرة الثانية. بس يا خالد، أنا فائد حسن الرماوي، أنا يعني أب لأربعة، اثنين منهم في الجامعة. طبعا إذا عندي التزامات في الجامعة لطالبين، عندي التزامات الكهرباء، عندي التزامات المي. وجود الجامعة وتطور جديد في العملية التعليمية بيفرض عليك أنك تجيب إشي اسمه إنترنت، فصار الإنترنت وضع أساسي ومهم جدا في داخل البيت، وهذا أيضا التزام جديد دخل عندك. يعني شو بدي أسدد الالتزامات في ظل اللي أنا سميت لك إياهن؟ ولذلك عشان هيك وضع طبيعي أني أنا بدي أروح أبحث عن شيء آخر، مهنة ثانية، وظيفة أخرى أقدر من خلالها أسكر بعض الالتزامات وأسكر هاي من هاي. يعني في النهاية أنا يعني اشتغلت شغلة ثانية مشان أقدر أعيش منها وأستمر في حياتي كباقي البني آدمين، يعني مش يعني أقل من مستوى البني آدمين. خلينا نقول إحنا الأستاذ كيف العلكي، كل ما زدت تعذيبا زادتك حلاوة. وإحنا في خدمة وطننا وخدمة أبنائنا طلاب، أنا بحط حالي كأنه ولد من أولادي هذا اللي قاعد على الدرج، فبدي أعلمه، بدي أيصير، فهذا شيء بيعطيني دفع على الأمام. يعني ما بخلينيش لا أكل ولا أمل، وعلي واجب، والحمد لله رب العالمين. يعني مهنتنا إلها أجرين، أجر في الدنيا وأجر في الآخر إن شاء الله. الراتب مع شوية في هالشغل هذا، يعني صار فيها اني اقدر على الاقل اعلم البنت. الولد يعني حقيقه انا واجهت مشكله معه انه بعدها بسنه، بعد البنت بسنه تخرج يخلص الولد، فيش مجال ندرسه على حسابنا. طيب وانا ادرسه بني البنت مش قادر ادفع رخص، شو بدنا نساوي؟ فكنا انا بلكش الا انت يعني على الاقل اشتغل الفصل هذا وجمع قسطك يا ابني وبعدين يعني سجل. فعلا يعني الولد اشتغل في مطعم، يعني لحسن الحظ ابن عمه فتح مطعم في رام الله، فاشتغل معاه وجمع قسطه يعني خلال فصل، فهو سجل في جامعة القدس المفتوحة الفصل الثاني. والله عندي ولد بدرس طب في مصر، بده كل شهر 500 دينار. يعني بتعاون انا واولادي اثنين موظفين، بتعاون انا وياهم، وكل واحد بيدفع شوي وبنسلكه. يعني في شوية ديون بعين الله لبين ما ربنا يفرسها. الله كريم. قبل ما اروح من التدريس انا كان عندي بقاله، بعدين تركتها رحت للتدريس ففتحت بلياردو. بلياردو مع طلاب يعني طبعا ولا مره بتزبط، فبجوز اول اسبوع او 10 ايام على طول انا سكرتها طول، لانه ما بزبط. انت عندك طالب انت تروح تمارس عليه دور تربوي،
تيجي تقعدوا في بلياردو، فطو على طول انا سكرت البلياردو وبعدين صرت اتعلم فلس. يعني موضوع المطالب يجي زبون يعني عادي جدا، انه بالعكس يعني بيجي هو بيختار، يعني بجوز ما عمل له صيانه لجهازه هو بيستفيد، بيسالني عن كثير شغلات خاصه موضوع التكنولوجيا، يعني عندي صار عندي فكره عنها، بدي اشتري جهاز بدي اختار شيء فبستشيرني. بالعكس يعني انا بجوز بفيده، يعني مهنتي مش كثير متضاربه مع دوري في 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 في, في التعليم، يعني مش شايف انها ممكن تاثر، لا بالعكس. احنا يعني طبعا معروف انه ازود رواتب متدنيه في تقريبا خلينا نقول السلطه هي رواتب المعلمين على حسب المجهود اللي بقوموا فيه. الشغله الثانيه برضو انه يعني احنا في السلم الوظيفي قلما ان نتطور وبنعلى، فعنا احنا مثلا درجه تستحق كل 5 سنوات، استحقاق الدرجه برضو بأدي إلى استحقاق مالي ضمنها، فإحنا بس بنطالب الناس المسؤولين عن المعلمين إنه يعني مشونا زينا زي الناس. المدارس النائية إنه حاولوا إنه يكون في علاوة مخاطرة، لأنه فعلا في مخاطرة سواء في الصيف أو في الشتاء يعني أو في الأيام العادية أو حتى من قبل قوات الاحتلال، فنتعرض احنا هنا لحوادث شبح وحوادث توقيف من الجيش مرات. احنا كنا نعاني، قعدنا 3 سنين نروح ونيجي ماشي، كانت هذه المنطقة عسكرية مغلقة، فياما تعرضنا لمضايقات الجيش ووقفوا وفتشونا وكذا وما خفاك الحال يعني. اما بالنسبة الجو حار جدا بالصيف زي ما انت شايف، لسه هذه محسنة، وضع المدرسة بهذا الشكل محسن في آخر طبعة إلها يعني، فما بالك لما كان قبل زينكو ولعند اللوح تقريبا ارتفاعها كيف التسوية عندنا مثل هيك، يعني نار جهنم في الصيف وجهنم البارد بالشتاء. زينكو ما تعرفش تحكي كلمتين على بعض من صوت المطر تك 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 على الزينكو، يطلع صوت يزعجك. وقبل بنوا هذا بشوية اسمنت وطين عادي وتبن حطوا وكسل وعملوا الحيطة هذه، ولا قبل كانت على لوح الزينكو ونلاقي الثعابين في الصف. العام أول العام لما العام كنه العام الماضي الحي مكعك بالزاوية هناك والطلاب ما حدش منتبه له يعني تمنوا قتلها الأستاذ. ومرات كمان يعني بتذكر مرة اندعس طالب من الطلاب على طريق المستوطنة، احنا عرفنا عن الخبر واحنا جايين فوقفنا السيارة ونزلنا نشوف الطالب، نتفاجأ انه سيارة الاسعاف تبعت نجم الدهود الحمراء بترفض انها تحمل هذا الطالب كونه عربي. فاحنا قمنا بدورنا انه لا بصيرش، انتوا دعستوه المفروض انت هنا حالف يمين اسعاف لازم انت تاخذه وتوصله. قال انا اقدر اكثر ايش بقدر اوصل لك اياه انه احمله معاي واحطه على دوار معالي ادوميم وانت بمعرفتك بتاخذه في سيارة عمومي وبتنقله على المستشفى. هذول امانة في ركابنا وبدنا نوصلهم بر الامان ان شاء الله، فالمفروض ان يتعلم والكل ما يفسر فيهم يعني، خاصة اهليهم اميين يعني وبعاد عن كل شيء اسمه حضارة. تكنولوجيا ما تكنولوجيا ما فيش يعني، لا فيش كهرباء عندهم والمي اجتهم برابيش بلاستيك من السواحري ما لهاش 2 سنين زمان يعني، واللي بكوا حتى شوية المي يجيبوها بالتنكات من السواحري او من ابو ديس او من العزري، فحياتهم كئيبة جدا يعني. أنا جيت قبل 5 سنوات كانت المدرسة لسه عبارة عن الواح الزينكو فقط لغير، كانت الأراضي ترابية أرضيات صفوف
الترابية كان الأولاد في فصل الشتاء يكونوا بدرسوا والمي تحت جريهم. طبعا في فصل الصيف معروف الحرارة، احنا هان تقريبا في منطقة غورية الحرارة. بحكايتي مع المدرسة هاي أول ما جيت أنا هان بصراحة كنت مش عاجبني الوضع، وأنه شو هالمدرسة اللي أنا بدي أداوم فيها، لأني متعود على مستوى إشي مش زي هيك. فيوم ما جيت هان داومت أول شهر شهرين حسيت أنه في هان رسالة وفي مقاومة لازم إحنا نقوم فيها هان. يعني أنا بعرف مدرس ما كان بيع على عرباي بيع كعك يعني وفلافل، وبالتالي يعني شو بده يكون هو تو منظره أمام الطالب اللي بدرسه في الوقت اللي هو قاعد يمارس يعني صلاحيات يعني مدرس في داخل المدرسة وبشكل يعني قدوة لهذا الطالب، فجأة بصفي هو تو يعني بيع عرباي. هذا الحكي يعني أكيد حط من قيمة الأستاذ ومن وضعه. أنا في النتيجة يعني أنا بقول إنه لا، المهنة في النهاية مش عيب. وين المشكلة؟ المشكلة إنه يعني فيش أمام مفر إلا إنه لازم يلاقي إيش يعني مهنة أخرى أو أي مورد آخر يقدر يعتاش منه في ظل الأوضاع الاقتصادية اللي إحنا عايشينها. طبعاً أهل المنطقة بيعانوا والمدرسة طبعاً بتعاني من أمراض كثيرة نتيجة مكب النفايات اللي موجود على أول الطريق زي ما أنتوا شفتوه. طبعاً مكب النفايات له إفرازات سامة بتسمم الحجر والشجر حتى وصلت للبني آدم. طبعاً أنا إلي 5 سنين في المدرسة هاي، أكثر إشي لاحظت إنه في نسبة سرطان عالية بين الطلاب وأهالي المنطقة. الشارع طين زي ما أنتوا شايفين، ياما وقعنا وإحنا ماشيين ونتعبى طين نزحلك ونيجي، يعني وضعنا مزري بشكل. فهذه المنطقة بحاجة لدعم من الجميع الكل، يعني جزاه الله خير قد ما في مجال للدعم ما يكسر. هذه صرخة بطلقها باسم الأهالي وباسم كل إنسان غيور على الجماعة هذول، إنه يمد لهم يد العون والمساعدة، ومنشان المدرسة هذه تثبت والله سبحانه وتعالى ينفخ بصورتها وصورتهم وصيروا. كل حياتنا احنا شعب فلسطيني مرتبط ببعضها، احنا وضعنا السياسي وضعنا الاقتصادي كله مرتبط ببعضه. كل وضع سياسي حتى على مستوى المنطقة بنعكس علينا في كشعب فلسطيني، فأي مشكلة بتصير وبالتالي بيوقف علينا الضخ المالي والمساعدات المالية، وبالتالي بنعكس هذا على وضعنا الاقتصادي. معظم شعبنا الفلسطيني موظفين، وبالتالي الراتب هو أساس لهذه العائلات. التجار والتجارة والوضع الاقتصادي كله مرتبط بهالوظيفة بهالموظف. قبض راتبه معناها في حركة، في عجلة اقتصادية ماشي. ما في راتب معناها ما في حركة اقتصادية، بتلاقي لا في حدا بده يشتري من البقالة، ما حدا بده يشتري من المحلات الملابس، كلها بتتراجع. فكل حياتنا مرتبطة حقيقة بالراتب، والراتب مربوط بالوضع السياسي. المدرس شمعة تحترق، فعشان هيك الله سبحانه وتعالى بيقول وهو أصدق القائلين هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. واجبك تجاه الطلبة يعني الحمد لله رب العالمين ما فيش هالتأثير. ممكن بنكد شوي الأستاذ بس بتصير يعني همه وحديثه بتركز في هذا الموضوع، لأنه هذا الحكي ما بيأثر طبعا على أدائه للطلاب ولا قيامه بواجبه في داخل المدرسة. أنا رسالتي كمعلم أنه يعني بقول لجميع، أول شيء لجميع المعلمين، إنه الأطفال أمانة في أعناقنا، فالمفروض إنها تكون شغلة المعلم قبل ما هي تكون شغلة عشان أنا أحصل منها مدخولي المادي وأعيش. لازم تكون رسالة أوصلها للجيل هذا والأجيال القادمة، لأنه رسالة التعليم رسالة الأنبياء والرسل، فالمفروض إحنا نوصل المعلومات بذمة وضمير للطلاب عساس إحنا ننهض ونيجي في جيل إن شاء الله يكون جيل التحرير. الرسالة للمسؤولين إنه يعني انتبهوا علينا شوي، إحنا قاعدين بنصنع الأجيال، فالمفروض إنه يعني يكون لنا وضع شوي خاص عن الناس، لأنه إحنا اللي قاعدين بنبني المستقبل بدينا. فكيف إحنا بنبني راح يكون مستقبل فلسطين إن شاء الله. والله إذا بكونوا من قلة الموت الشكوى لغير الله مذل، خليها مسبحة. شو بدي أقول لك يعني؟
يعني أجر البيت 100 دينار والكهرباء والمي وبعد عنك النفايات وإلى آخره والتليفون، يعني طار نص الراتب وعلى الله تعود يا مسعود. أكثر من هيك شو بدنا نقول.